بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الجمال والصحة والسلامة. حياكم الله مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا، برنامجكم برنامج اكلينك، كل احد نطلع عليكم على الهواء مباشرة من تلفزيون الراي. حياكم الله وين ما كنتوا، داخل الكويت وبرا الكويت، نحرص دائما ومن خلال على طرح اهم المواضيع من خلال هذا البرنامج، المواضيع الطبية المهمة اللي تحتاجونها وتعانون منها، عسى الله يعافي الكل. ولكن في معاناة وفي خجل، تحديدا الخجل اللي راح نكسر هذا الخجل من خلال هذا البرنامج برنامجكم. نستضيف في كل حلقة اخصائي او دكتور في مواضيع مختلفة وتخصصات مختلفة، ونحاول بكل ما نستطيع ان نوضح لكم مشاهدينا اهم الامور الطبية اللي ربما يعني اليوم ما تعلمونها، لكن من خلال هذا البرنامج وهذه الحلقات المختلفة ومتنوعة راح تتعرفون على هذه المواضيع اللي جدا حساسة ومهمة في حياتنا بنفس الوقت. برنامج فحوصات ما قبل الزواج للرجل، هذا البرنامج طبي متكامل راح نطرحه اليوم ونناقشه. أيضا برنامج الفحص الشامل للتبول لا إرادي للأطفال راح نتكلم عنه. برامج متنوعة طبية راح نحكي عنها في هذا المساء اللي قدمها لكم مركز الجارالله الألماني التخصصي، تطورات هذه المراكز وإنجازاتها راح نتعرف عليها، وأيضا مواضيع مهمة جدا مع ضيفنا المتألق والمتميز دائما، والأمانة ترى يعني يلا بالموت احنا نحصل عليه، لأن ما شاء الله عليه دائما شغال بالتنفيذ وإقامة هذه المستوصفات والمراكز المختلفة والمتنوعة ويجهزها على أكمل وجه، ومو فايف ستار لا سيفن ستار بدون مبالغة. لا نقول احنا برنامج والله جارالله قاعد ندب، لا هذا الحقيقة وهذا الواقع، والدليل المراجعين اللي قاعد يحضرون وقاعد يشوفون هذه الخدمات اللي تقدم لهم على مستوى عالي جدا، من الاستقبال الى العلاج الى النتيجه والرضا التام على المراجع. دكتور علي مهدي زاده وهو رئيس الوحده الكويتيه الالمانيه لجراحه الكلى والمسالك البوليه بمركز الجارالله الالماني التخصصي والمدير التنفيذي لمجموعه مراكز مستوصفات مختلفه، راح يجاوبكم على كل هذه التساؤلات، والجمهور الكريم المتواجد معنا ايضا لاسئله. ناهيكم أن في جوائز مقدمة للجمهور المتواجد معانا، جائزة لكل شخص، ما راح أقول لكم الحين بشوي راح أقول لكم كم جائزته، لكن اللي يرسل SMS عندكم جائزة بقيمة 200 دينار، 200 دينار لشخصين. ترسل رسائل، ترسلين رسائل في نهاية هذا البرنامج راح نشوف الأسماء من الفائز معانا، سعيدة الحظ أو سعيد الحظ، أعمال بقيمة 200 دينار وأيضا لمدة أسبوع كامل من تاريخ الحلقة فحص مجانا عند دكتور علي مهدي زاده، وايضا جوائز الجمهور الكريم تواجد معنا راح اعلن عنها في حلقتنا واثناء هذا الحوار. مستمرين معاكم مشاهدينا بعد ما نشاهد هذا التقرير الخاص بهذه المراكز المجتمعه، ونرجع لكم ان شاء الله.
جارالله كلينك، الجهراء كلينك، ديما كلينك، برلين كلينك، وأيضا أنشا شيء جديد وابن وأخ جديد انضاف لهم في منطقة الشعب وهو لوزان كلينك. نرحب بالدكتور علي مهدي زاده. مساء الخير دكتور علي. مساء الخير، حياك الله وأهلا وبحبك. شلونك؟ شلونك طيب؟ إن شاء الله عساك بخير. عشو شافك دكتور؟ الله يبارك فيك. إحنا ندري ما شاء الله مشغول بهالمراكز، الله يوفقكم إن شاء الله. لكن هذا دل يدل على ما شاء الله في تجاوب من الجمهور، في تجاوب من الناس معاكم، يخليكم تتوسعوا بشكل أكبر. أنا قبل أدش بالأمور الطبية وتجاوب الناس، أنا بتكلم اليوم مع تعاونكم مع تلفزيون الراي. اليوم يمكن هذا الموسم الثالث انطلقنا من أيام مسائي وكبر هذا الابن ما شاء الله وتطور. كلمنا عن هذه المرحلة خصوصا في ظل هذا التطوير والتغيرات. أول شيء في البداية أشكر تلفزيون الراي على هالتجاوب بالأفكار معنا. قررنا من البداية يكون في برنامج للتوعية ونقدم بعد البرامج في تخصصات مختلفة في الموضوع نتكلم عن هذا الشيء. فمن هذا المنطلق من البداية بلشنا في برنامج مسائي، برنامج كلينيك الأولى والثانية. وأشكر هني المخرج سيد علي شويتر وحضرتك بتركي معدنا على شويتر، صوتك وويهك تأقلم مع البرنامج مع البرنامج. أشكر الحضور الصراحة ما قصروا ما شاء الله اللي معنا. نعم مسالين بالخير، حياكم الله معنا، حياكم الله جميعا إن شاء الله. فالصراحة الفكرة كانت أن يكون متضامن مع الخدمة وتطوير في مجموعة من المراكز مستوصفات أن يكون في برنامج حلقة تلفزيونية نقدم بعد الأفكار علاج برامج توعية في أمور الطبية اللي تزامن مع هذا التطوير مثل قضية الأيزو اللي حصلناه في مركز جلال الألماني. نعم ألف مبروك على هذه الشهادة، وهذه الشهادة مش بالبسيط يعني أن أي مركز يحصل عليها. أعتقد أنك حصلت عليها بعد ما طبقتوا كل المعايير تقريبا سنة ونص اشتغلنا على التطبيق المعايير الألمانية الأيزو الألماني تيف الألماني. أخذوا ويانا سنة ونص جهد كبير مع كل الموظفين قسم الإدارة والأطباء والزملاء هناك الصراحة عشان نطبق كل خدمات اللي يطلبها الأيزو الألماني. الأيزو الألماني فطبقناها على مركز جرار الألماني. طلعت لجنة دكتور، لجنة زارت المركز وشافت. نعم. لجنة يفحص عدة مرات، تي لجنة تفحص تعطي ريبورت
لغايه واحد يوصل لمرحله انه ممكن. والشهاده هذه سنويا تجدد يعني، وهي نعم مش مره واحده على طول. لا يجدد سنويا، كشف سنوي لتجديد الايزو. دكتور نعم. شنو استفدت من المرحله الاعلاميه هذه كل يوم كلينك اليوم؟ هل تفاعلوا معاكم الناس؟ تجاوبوا معاكم؟ في ناس اصبحت تزوركم اليوم واعيه في هذا الامر؟ وصلتوا الرساله اللي تبونها؟ وصلنا كثير من المعلومات الطبيه نعم للمشاهدين عن طريق برنامج كلينيك، وسهلنا قضية الأفكار في علاج وكل الأمور. أعتقد البرنامج كان مفيد للغاية. طبعا عندنا أفكار جديدة مع التلفزيون راي لتطوير هذا البرنامج إن شاء الله في الموسم القادم بعد شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله البرنامج الجديد راح يكون احلى وافضل ان شاء الله. ان شاء الله لوزان كلينك لازم يكون معنا ان شاء الله. اكيد برو لا يزعل علينا بعد. نعم اكيد مستمرين دكتور، راح نتكلم على الامور الطبيه المهمه وخصوصا اللي تهم الناس واللي تخجل منها، وايضا الجمهور الكريم المتواجد معنا اذا عنده اي تساؤل حاب يطرحه بالتاكيد مع دكتور علي. لكن بعد الفاصل هذا مشاهدينا مستمرين معاكم، واللي حاب يرسل رساله في نهايه البرنامج راح نعلن ان شاء الله من الفائز معنا ب 200 دينار أعمال مقدمة من هذه الوحدة، وحدة الدكتور علي مهدي زاده. بعد الفاصل مستمرين إن شاء الله، لا تبعدون. دكتور علي خلينا نتكلم على الوحدة الكويتية الألمانية هذه تحديدا، هذا الوحدة شنو اللي الخدمات اللي تقدمها؟ شنو اللي ينضم داخل هذه الوحدة بالضبط؟ آخر الأجهزة المتطورة المتواجدة عندكم؟ ببساطة شديد الوحدة الكويتية الألمانية تأسست قبل 14 سنة مع بعض الأطباء الألمان الزوار مثل البروفيسور فابريسيوس، بروفيسور زايد، وهذا الوحدة الحين صار له فرع في برلين كلينيك، وحدة أول وحدة مسالك بولية النسائية متخصصة في مشاكل مسالك البولية النسائية من السلس البول، التهابات البول المتكررة. ونحاول خلال سنتين ماضيين نركز على كل شيء ما يتعلق بالبرنامج فحص الشامل، لأن أنا شايف أن هذا الموضوع ممكن يقل من كثير من المشاكل في البروستات، في الكلى، في قضية السلس البول، قضية التضخم، قضية أورام أو سرطان أو خلايا الخبيثة في مجال جراحة الكلى والمسالك. تركيز على وقاية خلال برنامج فحص الشامل يؤدي بشكل إيجابي للغاية مثل الدول المتقدمة. راح نتكلم على الفحص الجامل وشنو الإجراء اللي تتبع فيه وشنو أهميته ومدى أهميته، والناس اللي تخجل وتخاف من هذا الأمر. اليوم راح نكسر احنا أو تحدي في عملية كسر هذا الخجل، واعتقد إن شاء الله في هذه الرحلة قطعنا نعم. أشياء كثيرة في الخجل، كانت ناس تخجل في السابق ويمكن زاروك دكتور وانكسر هذا الحاجز، حاجز الخجل. والدليل اليوم بعض الجمهور متواجد معانا عنده نعم. بعض المشاكل يعني راح يطرح على هذه التساؤلات. فاخواني يعني اذا عندكم اي سؤال فبعد شوي الدكتور علي معاكم واحنا معاكم على الهواء، فسألوا لا حد يخجل عنده سؤال بس يقول نبي نسأل. دكتور شنو الاجراءات اللي تتبعونها مع المراجع تحديدا؟ هل في اجراءات معينه مع المراجع اللي يزوركم؟ في ناس تخجل، في ناس تخاف، غير. نعم هو اساسا برنامج كلينيك وبعد البرامج التوعيه اللي سويناها من خلال عدة برامج مختلفة كان هدفه كسر هذا الخجل. كثير من المشاكل اللي احنا اليوم نشوفها ونعاني منه، وكثير من المرضى يجون متأخر في علاج بعد الأمراض تي بسبب الخجل، بسبب عوامل مختلفة تتطور الحالة هنا، تتطور الحالة ويصير علاج يصير مشكلة أطول. وصعبة أيوه أصعب العلاج. ليس ان كل المشكله ان من البدايه اذا تم الكشف وكشف المرض فراح تكون اسهل جدا علاج، وفتره الزمن العلاجيه راح يكون اقل. شلون نكسر هذا الشيء دكتور؟ انتم اليوم بالوحده شلون قاعد تكسرون هذا الامر؟ انك انت تعال بدري اعمل الفحص بدري صح. اكسر هذا الامر عشان لا يطول معك العلاج، تصرف مصاريف اكثر واكبر في هذا الموضوع، شلون قاعد تحاولون؟ صراحه احنا في منطقة الشرق الأوسط وإجمالا في الدول الخليج وفي الكويت بالذات قاعد نعاني من الخجل بشكل عام عند الرجل، ممكن تكون أكثر عند المرأة بسبب بعض العوامل الموجودة. لكن أنتم اليوم وفرتوا أيضا دكاترة نساء، دكاترة الوحيدة النساء الوحيدة الموجودة أول وحدة مسالك بولية النسائية، وهذا فات بشكل كبير لكثير من النساء اللي كان يعانون بمشاكل وما يدرون ان هل هذا يتبع للمسالك البولية او لا، وهل ممكن
وحده تيجي تتكلم عن مشاكلها مع دكتوره ببساطه شديده، ويكون في دكتوره تعطيها الخدمات. وكسر الحاجز هذا اعتقد خلال الفتره الاخيره فاد بشكل كبير، والحمد لله قدرنا نعمل كثير من برامج فحص الشامل المبكر للفحص ما قبل الزواج، فحص اورام البروستات اذا بتذكر قبل عده اشهر في برنامج كنا تكلمنا عن قضيه يعني اليوم ترى بان اصبح هناك وعي، هناك ثقه، هناك انكسر هذا الحاجز. بس احنا كسرنا هذا الحاجز بتطرقنا بهذا الموضوع، وصار حتى التجاوب من كثير من زملائنا في باقي المراكز والمستشفيات والمستشفيات يتكلمون عن هالمشاكل، واعتقد ان شاء الله مع الوقت راح يكون افضل بكثير. دكتور ما شاء الله حتى اللي نعرفه ان في ناس من برا الكويت يزورونكم. نعم احنا عندنا زاد عدد المراجعين من دبي، من قطر، من مسقط، من دول المجاورة للعيادة وللمراكزنا، مركز جرال الألماني، مركز برلين كلينيك، يعني يعانون من مشاكل معينة ويبون العلاج في أقسام مختلفة من باطنية والقلب، جراحة السمنة مع دكتور محمد الجارالله ما شاء الله هو من الرواد في جراحة السمنة، في أقسام جراحة التجميل وأقسام جلدية وأقسام أخرى، نساء والولادة وغيرها. جميل. جمهور في أي سؤال؟ في أحد عنده سؤال؟ هنا عنده سؤال إذا ممكن تعطي. مساك الله بالخير أول شيء. حياك الله. تعرف عليك الله يسلمك. علي. ترفع صوتك أخوي علي. حياك الله. سمعتك حياك الله وأهلا مرحبا فيك. تفضل أخوي علي. بغيت أسأل الدكتور علي ما أسباب يعني تضخم البروستاتا والأورام اللي صايرة؟ في ناس يقولون من التدخين، ناس يقول مشروب، ناس يقولون عامل وراثي. بغينا نعرف دكتور شنو السبب الرئيسي، وهل فعلا بعد الخمسين لازم واحد يفحص؟ طيب شكرا دكتور. بارك الله. سؤال جيد جدا الصراحة. سرطان البروستات ثاني سرطان عند الرجل اللي يقتل الرجل في العالم. ثاني مرض يقتل الرجل. اللي يقتل الرجل. يعني لو ناخذ بالاحصائيات ثاني سبب لوفاه الرجل هو سرطان البروستات. البروستات عند الرجل من بعد الخمسين مثل ما تفضل، مهم للغايه ان الشخص يكشف فحص دوري، تحليل دم، تحليل بول والسونار. هذا كله ممكن تاخذ ربع ساعه 20 دقيقه. كل هالفحوصات ربع ساعه دكتور؟ ربع ساعه. وممكن ربع ساعة مع النتيجة؟ ربع ساعة مع النتيجة؟ النتيجة تحليل دم قد يطلع خلال ساعتين أو ثلاث ساعات. نعم. أوكي؟ بس الفحص السريري والسونار والأمور هذا لا يستغرق أكثر من هذا. واحد يضمن أن لمدة السنة القادمة ما راح يكون عنده أي مشكلة. في تحليل دم PSA. نعم. اللي من أهم التحاليل. إذا ممكن تخلي اللوحة هنا دكتور تقربها شوي عندك بالنص توسطها. نعم. أيوة. نعم. أوكي. التحليل الدم الـ PSA مهم للغاية لفحص البروستات وحجم البروستات. حجم البروستات مفروض يكون 20 جرام، وعند الرجل قد تكبر هذه البروستات إلى 40 50 60 أو 100 جرام. وهني نشوف مراحل مختلفة لسرطان البروستات إذا في أي ورم. الحين هذا وين السليمة وين المريضة؟ هذا الورم الخبيث في نقطة من البروستات، هذا المثانة بروستات مجرى البول. نعم. لما تكبر مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، ومرحلة الرابعة، وعندنا هني بعد الصورة الثانية. إذا ممكن تعطيني يا دكتور. إيه نعم. بعد إذنك. هني في البروستات الطبيعي. هذا نعم. الطبيعية. وهني البروستات المتضخمة. أستاذ حسين بس يشوفها معنا. أيوة. هذه الطبيعية اللي نشوفها. عاد الدكتور اللي هي النقاط هذه تتكلم عنها. هذا طبيعي. مثانة. مجرى البول والبروستات هذا الطبيعي، وهذه التضخم اللي قد تحصل مثل ما تفضل اللي هو هني التضخم. نعم. من بعد العمر الخمسين التضخم الحميد، وهني التضخم الخبيث. الطبيب المختص وظيفته انه لما يكشف على المريض يفحص انه هل هذا الورم خبيث او حميد، لان طريقه العلاج يختلف تماما عن طريق السونار، طريق تحليل الدم، فحص البول، فيقدر وفحص السرير طبعا يقدر يكشف هذا الشيء، وعلاجه يختلف عن هذا الشيء، وكل واحد له طريقه معينه. كل واحد له طريقه معينه وخطه علاج معينه. خطه علاج مختلفه. لكن كل هذه الخطط العلاجيه سواء في المراحل الاولى او في المراحل المتاخره متوفره عندكم بالوحده الكويتيه. نعم. الالمانيه. بس احنا ودنا ان طبعا يكون كشف مبكر للغايه.
كل ما يكون أبكر الشخص ممكن يشفي تماما، يعني ما يوصل مرحلة لا سمح الله. احنا قبل اسبوع فيقول لك وراثة، تدخين، المشروبات الكحولية، وراثة احد العوامل تلعب دور، كثرة القعدة للتضخم الحميد للبروستات، التهابات اللي او احتقان البروستات القديمة قد يؤثر على هذا الشيء، طيب. ونوع من العوامل الاخرى اللي تلعب. الله يعافي الكل ان شاء الله، لكن ان شاء الله يكون تشجع الجمهور مع اخونا علي العلي، الباقي يسأل ان شاء الله، لكن بعد هالفاصل ناخذ الفاصل مشاهدينا ونرجع نتواصل معاكم ونشرح امور كثيره، ونذكر اللي حاب يرسل رساله ويشارك معنا الفحص لمده اسبوع مجانا من تاريخ الحلقه لغايه الاسبوع القادم بالوحده الكويتيه الالمانيه، وحده الكلى والمسالك البوليه عند دكتور علي مهدي زاده. وايضا المسجات في نهايه الحلقه راح نعلن اسماء الفائزين، معنا فائزين اثنين ان شاء الله، اعمال بقيمه 200 دينار. فاصل، راجعين لكم. دكتور علي اللي شاهدناه مع المشاهد الكريم قبل شوي، هذه الوحدة المسالك البولية النسائية والرجالية، نعم، بس النسائية شنو كان تعليقك عليها دكتور؟ أبيك تقول حق الناس الحين اللي تحكينا عنها تحت الهواء. لأن في الوحدة المسالك البولية النسائية، الأول وحدة للمسالك البولية النسائية في دول الخليج. دول الخليج؟ في دول الخليج ما في وحدة المسالك، يعني الدكاترة الاثنين الموجودين هم الوحيدين، أوكي، دكتورة للمسالك البولية اللي مو موجود بالكويت، اوكي، دكتور مهراد ودكتور قندوله الالمانيه، اثنينهم متخصصين على مستوى الكويت فقط، هم الوحيدين المتواجدين بمركز الجار الله بهذه الوحده. هذه الدكاتره ما في وحيدين. دكتوره للمسالك البوليه النسائيه الا في برلين كلينيك والمركز جار الله الالماني. وعلى مستوى عالي، وعلى عالي جدا، وكل حالات السلس، كل حالات انواع المختلفه من السلس، التهابات المتكرره، حسوات، وكل كان أسبوع الماضي عندنا أورام خبيثة في هم تشخيص فقط دكتور ولا تشخيص وإجراء عملية؟ جراحة. تشخيص وجراحة، ومع الفريق متكامل، إحنا 6 أطباء مسالك البولية فنتعاون بالنسبة للنساء الأفضل. دكتور بالنسبة للنساء، هل الدكتورة المتوفرة الموجودة حاليا هي فقط للتشخيص أم أيضا تشخيص وجراحة وعلاج وعلاج؟ نعم. كل شيء. والبرنامج الطبي المطبق؟ في برنامج فحص شامل للمسالك البولية النسائية للكشف المبكر للالتهابات المزمنة بالذات، وأنواع مختلفة من السلس وحسوات الكلى وأمور مختلفة. بالنسبة للنساء تحديدا دكتور، تنصحون متى يكون الفحص المبكر؟ له علاقة بالشخص ومشاكلها. إذا كان مشاكلها مثلا يطبق عليها قضية السلس البولي وما يشابه ذلك في برنامج خاص، إذا كان التهابات المتكررة للأطفال، للبنات أو للكبار السن في طريقة معينة، في يعني حسب التشخيص إحنا نقرر أي نوع من البرنامج يطبق عليها عشان تمشي. لكن فيها. بالنسبة للمرأة تنصح متى تعمل هذا الفحص المبكر؟ تعمل فحص مبكر عن هذه الأمراض اللي ممكن تتعرض لها؟ هل نتحدث عن المرأة المتزوجة والحامل والتي يعني عندها كذا مرة كذا ولادة متكررة؟ نعم. حسب الأعراض تختلف عند الرجل. ها، المرأة تختلف عند الرجل. تختلف، فحسب الأعراض
نختار نوعية الفحص المبكر. الفحص المبكر. نعم. وبالنسبة حق الرجل متى أيضا نفس العملية؟ حق البروستات إحنا نقول 45 أو 50 هذا السن المفروض الشخص يتشيك على نفسه. هذا الإنسان الطبيعي، لكن طبيعي. الشخص اللي كان يدخن أو إذا في إذا بالأسرة بالضبط الشخص اللي كان عنده حصو في الكلى عند نفسه أو أهله فمفروض يكشف من ثلاثينيات مثلا للحصوات الكلى، الآلام الأخرى، فحص قبل الزواج مثلا. قبل الزواج مفروض أي شخص يفحص من ناحية الالتهابات، إذا كان في التهاب في البروستات، احتقان في البروستات، ما يكون في لا سمح الله دم في البول، وكثير من الأمور اللي متعلق من ناحية الهرمونات الرجولية، كل هالأمور يطبق عليها فحص شامل ما قبل الزواج. البعض يقول لك يعني أنا حاس إن أنا ما فيني شيء. طبيعي إحساس، ها يقول كان إحساس ما فيني شيء، والله أروح لدورة المياه هذه بالليل لما أقعد من النوم أروح أجلكم الله الحمام وكذا، أنا أشوفه شيء طبيعي، وقد يكون هو في شيء يقول ليش أنا أروح أكشف ويمكن يطلع فيني شيء، ليش أوسوس والأمور هذا كله، يعني هذا الواقع دكتور. نعم. فشو تنصح؟ إحنا تقول في الكويت نعاني من تقريبا 26% من السكري، فمثلا كثير من المرضى السكريين يعتقدون أن من الطبيعي للغاية أن أنا أقوم بالليل 5-6 مرات مثلا، أو بالنهار بدال 5 مرات أدش الحمام 10 أو 15 مرة. فلما أسأل السؤال يقول طبيعي أنا عندي سكري فأدش كل ساعة، بس ناهيك أن كثير من هالمشاكل قد تكون ليس سبب السكري. نعم السكري أحد الأسباب، بس أسباب أخرى قد تكون تضخم البروستات، قد تكون احتقان في البروستات، قد تكون احتقان في البربخ في الخصية، أو كثير من عوامل. فهذه المشاكل بمجرد يتم علاجه الشخص يستغرب أنه أنا من سنين كنت أقوم 4 مرات بالليل ومجرد بلشت العلاج البروستات فبطلت أقوم بالليل وأنام وأنا مرتاح وما أروح ما عندي انحسار للبول، وطول السنين كان يصمد ويصبر على باله أنه والله أنا عندي سكري فمفروض أنا أدش كل ساعة للحمام. دكتور وهذه حلولها كلها جراحية أم لا أيضا في أدوية؟ لا لا 90% تقريبا بالأدوية. بالأدوية 90%. نعم. وأدوية فعالة نتيجتها سريعة ولا؟ اللي ما قد تكون شخص يحتاج إلى تدخل جراحي لها أسباب مختلفة، بس أكثر الأحيان بالأدوية بالذات لما يكون مبكر ممكن علاج بالأدوية بدون أي تدخل جراحي. وش كثر يأخذ علاج بالأدوية؟ سنة، 6 شهور، شهرين؟ حسب التضخم، إذا كان تضخم بسيط للبروستات قد تستغرق سنة. لو تضخم كان أكثر من هذا الشيء فقد تكون تحتاج إلى أكثر من سنة. نعم. معنا أحد الجمهور له تجربة خاصة مع دكتور علي مهدي زادة ومركز الجرالة الألماني التخصصي. تعرف عليك؟ غسان الخوري. تقرب المايك أخوي غسان. غسان خوري. حياك الله أخوي غسان، هلا مرحبا فيك. تفضل أخوي غسان، شنو تجربتك بالضبط؟ باختصار. أنا كنت بمستشفى كبير يعني شوي وعملوا لي بداية العلاج السرطاني. نعم. فكان العلاج سيء جدا يعني، فبالصدفة حصلت على إعلان ووجدت عيادة الألماني كلينك. بالصدفة؟ بالصدفة يعني. نعم. بعد طبعا الإنسان لما يكون مريض بصير. نعم. يدور على أي شيء ليلاقي. نعم. عزاز يروح يتعالج ويبي يدور الطبيب المناسب يعني. نعم. شو اللي خلاك تثق فيهم؟ رحت شفت هذا الإعلان، رحت لمركز الجرالة الألماني، التقيت مع دكتور علي. إيه. شو اللي خلاك تثق يعني؟ الثقة، الطمأنينة. والله زوجتي وبنتي، أنا بنتي طبيبة. نعم. وزوجتي هم صاروا يتصلوا فشافوا إنه المعلومات جيدة. نعم. فلما أخذ المعلومات قالوا له جيبوه على طول، فأنا جابوني من المستشفى الثاني. نعم. بهوازي بغراضي فورا على بنفس اليوم سووا لي عملية. عافاك الله. فالحمد لله يعني مثل ما تقول يعني مثل من أسود لأبيض تغيرت الأمور ما شاء الله 90 درجة. فالفضل الدكتور علي والدكتور فضل زايد يعني كان ممتازين معي. لا سبحانه وتعالى هذا الجهود الطيبة. فاستمريت بالعلاج معهم تقريبا حدود سنة مع العلاج كيميائي وعلاجه، فالحمد لله أنا ممتاز الله يعني ممتاز. ما تحتاج الحين للبربيش هذا الأجهزة هذه اللي كانت لا 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 أي شيء لا الحمد خلاص لله خلاص حياتك طبيعية حياتي جداً طبيعية وما عندي أي مشكلة. مش كثر استمر معاك العلاج وطرق العلاج؟ يعني أنا هو العلاج استمر معي بحدود 4-5 شهور، بس أنا مشان خوفا من مضاعفات جانبية أو شيء. نعم. فدائما مستمر بالعلاج ودائما براجع. إذن الآن أنت محافظ على المراجعات الدورية. أيوة. والحالة الحمد لله يعني مستقرة الحمد لله. وتعلمت الدرس أنه الإنسان أهم شيء أنه يداوم على شرب الماء. الجهاز البولي أهم شيء أنك أنت تشرب ماء لمنك أنت جسمك يكون سليم، فالماء هي أحسن علاج. هذا السؤال راح أخذه منك وأطرحه على الدكتور علي. أي نعم.
صدق دكتور اهميه الماء، يمكن الناس اليوم في ظل هذا التكييف وهذا البراد ما يحس بالعطش، او في الشتاء ما يحس بالعطش، بينما انت يقولك اليوم 3 لتر 4 لتر لازم تشرب ماء، يعني اهميه الماء. كلام سيد غسان 100% سليم. احنا تكوين جسمنا 70% ماء. نعم. الكلى يدور فيها 180 لتر دم خلال 24 ساعه. قله الماء يخلي الكلى يكون ناشف، والكلى لما تكون ناشف الفلاترة الفلتر الكلى يحتاج سوائل بالذات ماء عشان ينظف ويشيل السموم من الجسم من الدورة الدموية. وهذا الجفاف اللي يكون في هذه الأحواض اللي خاصة بالكلى يسبب الحصوات أيضا؟ بالضبط، تكوين حصوات، التهابات الكلى وكثير من مشاكل أخرى. فشرب الماء وشرب السوائل نوع من الضمان لتنظيف الدورة الدموية من السموم اللي عن طريق الكلى يتم إزالتها. فشرب الماء مفروض احنا نعود عيالنا أطفال صغار من الطفولة لشرب الماء، لأن شرب الماء مثل استنشاق الهواء. البعض واحد ما يفكر انه والله واحد يستنشق ولا ما يستنشق، الحيوم أقل والأكثر. فمن الضروري شرب السوائل. البعض يعوضه دكتور ببعض المشروبات الغازية، يقولك هذا أنا أشرب سوائل. البعض يعوضه في بعض العصائر المصنعة، يقولك أنا أشرب سوائل. بينما انا عندي معلومه ما ادري مدى صحتها، وحضرتك موجود حتى يعني باخذ دور الجمهور وبسال بعد في هذا الجانب، يعني احد الناس اللي عنده هاجس في هذا الموضوع، انه هذه العصائر ذات الاصباغ يقول لك الكلى ما تصرفها، صعب على الكلى، قاعده تاذي الكلى، ثقل على الكلى، وبنفس الوقت اقول لك انا اشرب سوائل قاعد انشط الكلى. صحيح. أفضل وين دكتور؟ افضل السوائل اللي محايد للغايه ماي. ماي اوكي، ماي ما فيها سكر، ما فيها أملاح بشكل كبير، ما فيه صبغة، ما فيها كثير من الأمور المختلفة. البعض يحط مع الماء نعناع دكتور، يحب يطعمه بنعناع بليمون، ما في إشكال الكميات، هذا ما له إشكال مشكلة. بس إذا شخص يتعود بس إنه يشرب فقط قهوة أو شاي أو بيبسي أو أي مشروب آخر، فعلى المدى الطويل نعم لا راح يكون في ضرر. من جانب آخر الماء ما له أي ضرر، وبالعكس إيجاب للجسم وينظف. والعصائر فعلا تحمل ثقل على الكلى، العصائر سواء كانت الطازجة أو المصنعة الكمية محددة ما لا إشكال، بس لما هذه الكمية يزيد بشكل كبير وبشكل يومي طبعا ممكن يكون له مضاعفات. لا مضاعفات سواء طبيعية أو مصنعة. أو مصنعة. جميل، راح نستمر بهذا الحوار دكتور، وأيضا بهذا التوعية الطبية إن شاء الله، وبعض التجارب الخاصة مع جمهورنا الكريم، لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا لا تبعدون. دكتور علي، شنو هي برامج الفحص الشامل المطبقة بهذه المراكز؟ ديما كلينك، الجهراء كلينك، برلين كلينك، لوزان. طبعا في برامج في تخصصات مختلفة، في القسم الباطنية والقلب في برامج معينة، قسم السكري، قسم النساء والولادة، قسم الجلدي والتجميل، وأقسام المختلفة، مختبر أشعة، في أقسام مختلفة. فكل قسم الأطفال، كل قسم له برامج معينة للتوعية وبرنامج فحص الشامل. فبين فترة وأخرى كل قسم يعلن عن برامجه اللي ينزل عن طريق الجرايد والمسجات والأمور للجمهور. هذا شنو أهميته للجمهور للمراجعين؟ احنا ودنا الصراحة مع هذه البرامج نعلن عن خطوات مسبقة للكشف المبكر. كشف المبكر لكثير من المشاكل. احنا مثلا مره من مرات سوينا فحص كشف مبكر لاحد المدارس، وانا من ناحيه المسالك البوليه كشفت 2 اطفال في الصف الثالث والرابع الابتدائي كان عندهم انسداد بالحالب في الكلى. طبعا بما انه يمر خلال السنوات وببطء الطفل ما يدري عن نفسه، اوكي، ما يحس بالام دكتور هذا الانسداد، لان اللي يصير إن مع انسداد المجرى في الحالب يصير نوع من التضخم بالكلى. هذه نشرحها مرة ثانية دكتور، بس بعد ما ياخذ ايوه الحين على الهواء فاشرح لنا على الصورة دكتور. تشوف الحالب هذا المثانة. نعم. الحالب والكلى الطبيعي. نعم. هذا الطبيعي. الغير الطبيعي التضخم الحالب بسبب انسداده تحت دخوله بالمثانة يسبب ارتداد البول للكلى، وهذا الارتداد يسبب ان الكلى
يتليف والكل أنسجة تموت خلال عدة سنوات. ها خلال ثلاث إلى أربع سنوات. بطيء ما يحس بطيء للغاية. جداً. فعشان كذي الطفل ما أبدا ما يحس بأي شيء. الطريق الوحيد الكشف المبكر بالسونار لأن الطفل ما يعاني من ألم ولا يعاني من أي شيء. شلون تبي يشكي دكتور؟ شلون يعرف إذا ما في أي آلام أي أعراض أي كذا؟ شلون والطفل يعرف ما يدري إن شنو هل هذا الصحيح ولا لا؟ هل هذا النغزات اللي تيني هذا شيء طبيعي ولا لا؟ هل هذا دفع البول الضعيف طبيعي ولا طبيعي. لا؟ وقد تجد مرات يخجل إنه يقول لوالده. لما عملنا سونار لأطفال المدرسة كلهم لقينا اثنين كان عندهم تضخم بالكلى ومع العملية تم إنقاذ الكلى. دكتور هذه فرصة الآن ودعوة نوجهها لكل من شاهدنا وتابعنا لمدة أسبوع كامل. وحدة الكويتية للكلى والمسالك البولية لمدة أسبوع كشف مجانا عدل دكتور؟ نعم. للتبول لا إرادي تحديدا أو أحد العوامل تكون التبول الليلي لا إرادي للأطفال بس راح يكون قوة الدفع البول فحص قوة الدفع البول مجانا. بحيث أن أي شخص يقدر يكشف على قوة الدفع فنشوف إذا فعلا قوة الدفع البول ضعيف قد تكون انسداد في مجرى البول قد تكون انسداد عند الرجل في البروستات عند المرأة التهابات المتكررة يعني هذا الفحص المجاني للمرأة وللرجل وأيضا للأطفال والأطفال لمدة أسبوع كامل لمدة أسبوع بس نذكر بالمواعيد دكتور فحص قوة الدفع البول من 9 صباحا ل 9 مساء ويفضل الحجز مسبقا يعني يتصلون لا ممكن يجون العيادة شخص يكون حسران يشغلون الجهاز ويعطي تخطيط للقوة الدفع البول لازم يكون يعني شارب ماي كثير ويكون نعم حتى حسران. يبين بالجهاز قوة الدفع هذا الأمور ويتحمل البول بس يبين قوة الدفع فقط ولا قوة الدفع أيضا فيها قوة الدفع دلالات عوامل أخرى. كثيرة بيانات أخرى اللي إحنا نقدر نكشفها عن الريبورت نعم يكشف يعني الريبورت هذا كفيل وهذا الجهاز كفيل نعم. بأنه يحدد للطبيب المعالج إذا هذا الشخص يحتاج ألف فحوصات أخرى أم ما يحتاج جميل إذن هذه فرصة مشاهدين الكرام بأن ننتهز هذه الفرصة بمركز الجار الله بحول لي عدل دكتور نعم. نعم. مقابل الشعب هناك أي دور دكتور التاسع يعني ذاكر دور التاسع هناك عند دكتور علي مهدي زاده لمدة أسبوع كامل جمهورنا الكريم في عندنا سؤال قبل نختم ونسحب تفضل أخوي علي بعد دكتور علي لو سمحت أنا بعرف أسباب الفشل الكلوي يعني انتشر بالكويت شيء مو طبيعي خاصة بعد الغزو هل أسبابه يعني عامل وراثي أو نوع الماء اللي قاعد نشربه هل المياه المعدنية اللي موجودة الحين متوافرة بالسوق تلقى بعضهم كاتمين عليها مثلا هل كثر مثلا صوديوم الكثير ملاح نعم. أو نشرب الماء العادي اللي من الفلتر نعم. فلتر البيت نعم. فأنت شو تنصحني يا دكتور كثير من الناس يسألون هذا السؤال الماء الفلتر لو كان فلتر بحالة جيدة مع الماء المياه المعدنية ما في فرق شاسع قليل للغاية فما يفرق كثير أسباب فشل الكلوي بالذات في منطقتنا وفي الكويت أسباب تكون السكري والضغط السبب الرئيسي ليس من الكلى يعني ثانويا الكلى من ناحية الفشل الكلوي مع الأسف الشديد عدم الاهتمام بالسكر والضغط وإذا كان شخص عنده المشكلتين مع بعض وخلال سنين طويلة الشخص ما يراعي نسبة السكر والضغط فقد يؤدي على تليف في الأنسجة في الكلى كل كلية فيها 1,200,000 فلتر هذه الفلاترة لما تموت ويتوسع مثل الإسفنج لما يتوسع الفلتر ما يؤدي واجبه فالسموم يزيد في الجسم ويسبب احنا نسميه فشل كلوي فالضروري اهتمام بالسكر ضروري اهتمام بالضغط اذا شخص يهتم بهذه المواضيع نسبة الفشل الكلوي راح يقل بشكل كبير فاعتقد قضية التوعية مرة ثانية اللي قاعد نتكلم مهم للغاية وصل المعلومة ان انا اليوم اذا عندي سكري والضغط اذا ما اهتميت فيه جميل. نعم اليوم ما اعاني باي شيء بس قد يكون لا سمح الله بعد عدة سنوات اعاني من فشل كلوي اللي مشاكله راح تكون مع الاسف الشديد كبيرة نعم الله يعافي الكل ان شاء الله ويكون الكل يعني كسر حاجز الخجل هذا وما عنده اي مشكلة صحتك الزم ما عليك وعسى الله يعافي الكل الان السحب الجمهور الكريم المتواجد معانا الجمهور المتواجدين هنا لكم جائزة لشخص أعمال بقيمة 200 دينار وعلاوة على ذلك أيضا في جوائز ثانية مقدمة بقيمة 290 دينار للجمهور الموجود معنا من مركز الجارة الألماني التخصصي فتسحب دكتور وأنا أسحب أسحب ها؟ لا أنا دائما أقول بركة تبي أحد معين يفوز دكتور ولا كلهم ما شاء الله طيب ما شاء الله شوف اللي الكل في هدية للجميع
طبعا اكثر واحد سال اسئله اخونا علي العلي. قال اخوي علي بالمبارك عليك وان شاء الله اجر وعافيه. لكن شيء جميل هذه الفحوصات بقيمه 200 دينار مقدمه من مركز الجرالله الالماني التخصصي. وايضا مشاهدينا هذه الجوائز للجمهور الكريم المتواجد معانا، الجمهور مقدم من مركز الجرالله الالماني التخصصي. هذه الجوائز كل واحد راح ياخذ هذا الكوبون، هذا الكوبون اعمال بقيمه 290 دينار لكل شخص فيكم، الا علي راح يكون معه 490 دينار. مشكور دكتور علي، بارك الله فيك. وعندنا السحب حق الجمهور اللي بعثوا المسجات ورسائل، نشوف كنترول بعد اذنك ننطلق بالاسماء ونشوف من سعيد او سعيد الحظ الفايزين معانا اعمال بقيمه 200 دينار. نقول ستوب. عبد الله رشيد العازمي، او عبد الله رشيد العازمي، عبد الله رشيد العازمي، عبد الله جائزه مقدمه لك من مركز الجرالله الالماني التخصصي اعمال بقيمه 200 دينار. نشوف الجائزه الثانيه، الاسم الثاني. نقول ستوب. ساره طبعا اعمال بقيمه 200 دينار مقدمه لك من مركز الجرالله الالماني التخصصي. اي وقت يراجعون دكتور؟ اي وقت يراجعون عندكم بالوحده. نعم، وتقدم لهم هذا الكوبونات. شكرا لك دكتور علي، وشكرا مشغول. على وقتك، احنا ندري دائما مشغول. لوزان ان شاء الله بالقادم راح يكون معنا موجود. نعم، مستصف جديد راح ينضم على مجموعه مراكزنا ومستصفاتنا، لوزان كلينك منطقه الشعب. ان شاء الله في حلقات القادمه خلال الاشهر القادمه راح نعلن بشكل كامل عن الخدمات الموجوده في منطقة الشعب في لوزان كلينيك. نعم، كل الشكر لك مرة أخرى دكتور علي، موفقين إن شاء الله. والشكر موصول لكم مشاهدينا والجمهور الكريم المتواجد معنا اليوم، شكرا لكم لقبولكم هذه الدعوة وتواجدكم معنا، وعسى الله يعافي الكل إن شاء الله. وأكرر، هذه الفحوصات المجانية لمدة أسبوع كامل من تاريخ هذه الحلقة وحتى الأسبوع القادم من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء دكتور، بوحدة الكويتية الألمانية للكلى والمسالك البولية الدور 9، مكانهم ومقر مركز الجرالله بحولي. كل الشكر لكم، ما تشوفون إلا العافية دوم يا رب. كل الشكر للدكتور علي مهدي زاده رئيس الوحدة الكويتية الألمانية لجراحة الكلى والمسالك البولية بمركز الجرالله الألماني التخصصي، والمدير التنفيذي لمجموعة مراكز المستوصفات المختلفة. نشوفكم دائما بصحة وسعادة وجمال، وإلى اللقاء في أمان الله.